بالرباط افتتحت النسخة الثالثة من المشاورة العالمية بشأن صحة اللاجئين والمهاجرين التي ترم الوقوف عند التقدم المحرز على مستوى النهوض بحقوق المهاجرين والولوج إلى العلاجات الأولية. هذه المشاورات تجمع على مدى 3 أيام مسؤولين وخبراء وصناع قرار سياسيين من آفاق مختلفة. هذه مناسبة أولا لتداول الأمور اللي كتتعلق بالصحة ديال اللاجئ والمهاجر، وكذلك تقديم العمل الجبار اللي قدمه المغرب في هذا الشأن هذا بفضل التوجيهات ديال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يأتي هذا الاجتماع اليوم للتأكيد على أهمية شمول اللاجئين والمهاجرين في الخدمات الصحية على مستوى الدول، حيث أن لا يمكن أن يوجد مجتمع يتمتع بصحة جيدة من غير شمول جميع الأفراد الموجودين في المجتمع. خلال اللقاء تم إبراز التقدم المحرز في مجال تعزيز حقوق المهاجرين واللاجئين والحلول والسياسات المسترة فيما يتعلق بالتحديات المستجدة والدائمة على مستوى الولوج إلى الرعاية الصحية الأولية وإعداد سياسات فعالة وناجعة في المجال. خلال هذا الاجتماع سيتم عرض الكثير من الجوانب التي تلامس حياة اللاجئين والمهاجرين الصحية، بدءا من محطة الانطلاق ووصولا إلى محطة الهدف. هذا الحدث العالمي سيتوج بالتوقيع على إعلان الرباط الذي يهدف إلى تعزيز الالتزامات الدولية لتحسين صحة اللاجئين والمهاجرين ودمج تحسين أوضاعهم في السياسات العامة والأنظمة الصحية من أجل التوصل إلى تغطية صحية شاملة.